والله بتعرف احنا يعني في مثل بيقول الميه يعني الميه هي الحياه، فاذا ما وجدت ميه ما في حياه. بدنا نشرب اول حاجه، او بدنا كمان نسقي اغنامنا وحيواناتنا. كان ما في ميه، وما في ميه كفايه امي تغسل هدومي، وكان والاغنام يموت من العطش. فيش عندنا حمام الحين، انا اولادي زي ما تقول انا بحتاج اني حمام اللي ضب اولادي دائما، يعني قلت شو اسمه في الوادي يعني وهيك، وعندي صبايا بخجلن، فيعني فيش حمام اللي تويهن يعني يضبهن. او Many of the families here, they don't have enough water due to different causes. One of them is the conflict with the Israelis, especially the settlers. On the other hand, this area is normally affected by the drought. So there's a water shortage in most of the cases. Soucia, un campement palestinien à côté d'Hébron. Des bergers nomades contraints à la sédentarité. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller à la recherche des points d'eau pour abreuver leur bétail. Le problème principal pour nous est la question de l'eau. المياه، لانه حسب توسع الاستيطاني سيطرت على جميع مصادر المياه من ابار، جميع الابار في منطقه سوسيه. نغم عمران، اسمعيني النوجع، عمري 7 سنين، صف ثاني، وعايش في سوسي. بعيش في سوسي، بعيش في عند الغلم، وعادي بنحلب بهن الغلم وبنشرب حليبهن. وانا بروح على المدرسه بقبل راسي بغسل وجهي بافطر، بروح مع صحبي مع بروح مع صحبياتي. منجيب الماء منجيبها من البلد، من ياطا يعني، منعبي تنيك مندير في البير، كل ما منخلص يعني زي ما تقول منعبي. وهذا احنا يعني السنة بقولك من فوق 20 سنة كنا جايبين، من الكبار مش من الصغار زادي. L'eau est rare et il faut la chercher loin. Elle est donc chère, forcément rationnée. احنا بدل ما نكون في الأسبوع مرتين أحمم أولادي، بصير كل أسبوع، كل أزمة كل أسبوعين. بدل ما اغسل يوم بعد يوم لاولادي، بقعد يعني باسبوع باسبوعين، هذا بكونش يعني نظافه لاولادي. Face au manque d'eau, des ONG organisent des distributions supplémentaires. Elles livrent aussi des filtres qui garantissent la qualité de l'eau. هذه للبس للجالي وللغسيل. المي اللي نشرب منها هي الفلاتر هن. الله يما ان شاء الله يما. صبي صبي. كفي جنين. حاليا بلبس فيها. اسم البنت جنين، نازلة في الشهر السابع. من عندنا الفلتر كويس، يعني كويس للأطفال، يعني بيش يعني إذا كانت بكون الفلتر كانت المي حمراء يعني زي الأيام هاي، بتلقى مي مفلترة تسقي الطفل اللي تحافظ على صحة الطفل. أما إذا كان ما فيش، لو كان مش موجود فلتر ما بتقدرش اللي تحافظ على صحة الطفل.
طبعا هاي التدخلات ساعدت واثرت على حياه الاطفال، انه المياه الشرب يعني انه ساعد الطفل بيشرب مي نقيه، ما بيشرب مي يعني فيها جراثيم، فيها بيعمل اسهالات، بيعمل شغلات مع الاطفال. هاي بالنسبه للمي. بعدين ان تدخل الاس اف انه المدرسه يعني مدرسه سوسي. كنا في المدرسه، كنت اسكن في منطقه سوسي في الخرب الاثريه، وكنت اذهب كل يوم على يطا تبعد عن سوسي حوالي 9 كيلومتر. كنت اذهب مشي على الاقدام كل يوم الصبح، اقوم الساعه 5:30، اصل المدرسه الساعه 8. إلنا سنتين المدرسه انفتحت في 1/9/2011، طبعا بالتعاون مع اتحاد الجامعه الزراعي ومؤسسه اي سي اف. طلبنا منهم، مشكورين، وفروا لنا بير مصدر المياه، وفروا لنا مي، وفروا لنا حمامات جاهزه موجوده هان. انحلت مشكلتنا. Ces toilettes sont une des conditions à la scolarisation des filles. Cela fait partie d'un programme plus large qui inclut des séances de sensibilisation. كيف رح تغسل ايديها بالمية والصابون؟ بلشي يا نغم. يلا بلشي. أول شي شو بنعمل؟ بنبلل ايدينا بالمية، بعدين بنحط صابونة وبنبلش نفرك 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 لغاية ما يصير 4 5 6 7. Malgré ces progrès, ici tout reste temporaire. Ces installations, comme le droit des ONG à aider les populations. Up to now, we did a very good efforts in order to be sure that the people will have better access to water. But this is considered as emergency humanitarian action. So I think those people also in the future they need a kind of development programs in order to be ensure that they will live and stay on their land. Abu Hindi, aux portes de Jérusalem-Est. Un campement de bédouins qui dispose d'un peu plus de confort. ما اقول لك يعني كنا يعني في بيوت زينق، ومن عوده جابوا لنا البيوت هو ظل يعني وحطونا وحطونا الحمامات، يعني صرنا اصلح من بدري. Le village est même doté d'un réseau d'eau sommaire. والله شوف علي، والله كويس كويس المي، يعني برابيش المي اللي مدتوني اياه نظور احسن من البيار، يعني اللي بيجي فيه وسخ وجراثيم وهذا. يعني الحمد لله انا بستعملها للغنم، بستعملها وفيها كلور كمان، المي البرابيش هذيك، المي البيار فيش فيها كلور ولا شيء، بستعملها للبيت، بستعملها للغنم. الحمد لله بقى زمان الناس يمرضوا من مية البيار، يمرضوا اللي مع مرض ابصر شو واللي شو واللي شو. الحين الحمد لله بطلنا مع الكلور وهذا، الحمد لله رب العالمين، فش عندنا امراض ولا في عندنا شيء. بعدين شو بنعمل؟ كيف ممكن احنا نحافظ على انا اذكرك اذا انقطع بربيش واذا صار في شيء نجيبها بربيش جديد. براو نقفل احنا فيه بعد ما نغسلين. ممتاز. هلا فرجوني كيف انه ممكن نشرب، وكيف انه نشرب شوي ونغسل ايدينا ونسكر الحنفيه بعد ما نخلص. يلا فرجينا. These programs are very, very successful because simply they are touching the lives of those people. They are improving the quality of their life. They are improving the livelihood of those communities. So it is very, very important in the meantime, even though these are short-term solution and we are working in an emergency environment, but it is very important that we reach to those people and we keep supporting them. يا فلاح يا طيطة،
يا عرق البليطة يا مخراح التكسي لصعناها بعصي يا فلاح يا طيطة يا عرق البليطة يا مخراح التكسي لصعناها بعصي. أسي الدكتورة يبقى عندي بيت وفي طوب ويبقى ما عندي حمام وفي المستقبل مي سيخني ومي ساقعة ويعني وكمان بدنا حمام شمسية وحمام نظيف يلي الواحد لما يجي يصير فيه.